وكما تشاهدون يا أصدقائي، حصلت على عديد من الشخصيات لعبة فري فاير مجانا. واليوم يا أصدقائي سوف أريكم الطريقة التي استعملتها وحصلت على عديد من الشخصيات بجولد يا أصدقائي. واليوم يا أحلى متابعين، صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أتمنى من كل أي شخص يشاهد هذا الفيديو يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم بأنني أنا في هذا الفيديو سوف أعمل عن شخصيات لعبة فري فاير بمناسبة هذا الفيديو يا أحلى متابع، كما عودتكم يا أحلى متابعين يا أحلى متابعين في العالم، كما عودتكم سوف أعمل ريفريش من الكومنتيرات، سوف أعمل ريفريش من الكومنتيرات يا أحلى متابعين، وسوف أرسل أكثر من دياموندا لأكثر من 10 أشخاص. ولكن يا أحلى متابع، خلينا نوصل هذا الفيديو عن أبو جد جدو، هذا اللي ما كيخلينا نوصلوا هذا الفيديو لمئة ألف لايك. ولكن أنا أعرفكم بأنكم هذا الكلمة العجيبة التي أطلقت عليكم الآن خلعتكم يا أصدقائي. خلينا إلى مئة لايك، ماشي مئة ألف لايك، مئة لايك يا أحلى متابعين. حلم هذا كبير، إمتى يكون؟ ولكن يا أصدقائي كما تشاهدون يا أصدقائي، لدينا شخصية أسطورية، شخصية صفرة وبرتقالية وبرتقية، والله شخصية حلوة يا جدعان. ما تقول ليش يا أسطورة هذه شخصية سيئة، شخصية جميلة وشخصية أسطورية تستحق يا أسطورة تحصل عليها بالمجان. ولكن يا أسطورة اليوم دفعوها لنا بالمجان، ولكن بطريقة حلوة يا جدعان، والله يا حلوة، والله يا غصك تشحن يا أسطورة عندما تحصل على هذه الشخصية. ولكن يا جدعان أنا أعرف بأن أفري فري وفي 2291 سوف تكون كل شيء بالمجان. أنا أعرف بأنكم أنتم تعرفوني وتفهموني أنتم جيدا، أنا أعرفكم أنتم تفهموني أكثر من نفسي يا أسطورة. أنا أعرف يا أحلى متابع تعرفني أنت أكثر من نفسك، ولكن أعرف 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 بعض الأشخاص يدغدغوني، ولكن اليوم سوف أجلد أبو جدهم بهذه الشخصية. ولكن يا أصدقائي كما تشاهدون هذه البنت العجيبة المسكينة الطريفة، لديها نظارات ولدينا هنا شخصيات، والجديد يا أصدقائي يستناني، وأنا عندي أعمل الجديد يا بنتي. الآن ها هي الجديد يا أصدقائي، كما تشاهدون أشياء جديدة، والله أشياء جديدة بنت لي يا أصدقائي، هذه من الأشياء الجديدة اليوم، كل يوم جديد وأنا معكم في الجديد. وكما قلنا يا أصدقائي اليوم سوف أريكم طريقة أسطورية لكي تحصلون على شخصية حلو، والله حلو يا جدعان هذه الطريقة. اوكي يا حلوين، والله حلوة هذه الطريقة. كما تشاهدون هذا الفيديو نشيره الى الدول العربية يا احلى متابعين. انت يا اصلا انا كنت من المغرب، لا تاخذ على اخوك زهير، اعملوا لايك وكومنتير وشير للفيديو مع احلى متابعين خاص بك. ولكن هذا الفيديو منقوش الى الدول العربية. حلو يا جدعان، والله يا جدعان. كما قلنا يا اصدقائي كيف تحصلون على الوك، وكيف تحصلون على عديد من الاشياء، كنصحكم والله كنصح يا جدعان، والله انصحكم باخذ عديد من التطبيقات ديال جمع النقاط واحصل منهم على بطاقة.